واخيرا اختي صوبناه، واخيرا اختي درقناه، ولكن راه زعمي دار ليا الجرح. وشحال ضحكت، شحال ضحكت، قلت اخويا مالك داير ليا الشراجم؟ قال لي اللهم الشراجم ولا يطيح في هذاك النهار. عرفتي راه خسرنا عليه قسما بالله، دابا زباله ديال الفلوس. قال لي اللهم اختي الشراجم ولا يطيح. ولا لا مزعفي. يومين ديال الخدمه، البارح واليوم النهار كامل، لا سيمانه الاخرى نهار كامل، باش صوبوا السيمه وصوبوا هاد البوطوات هادشي كامل هاك بيدات، راه رجعنا شرينا. دابا اختي هاد الباش غدوز واحد العامين ولا ثلاث سنين غادي يتحيد، غادي يتحيد. علاش؟ هاد الشجار تبارك الله ماشي بصح يكون طلع. دابا ان شاء الله هاد الشجار ملي غيطلع، هاد الشجار شوفوا الا ما قطعتوش راه كيوصل حتى لجوج ثلاثة متر. حنا بغينا نحدوه مع داك هذاك الشجار ملي غادي يطلع تبارك الله. وهاد الشجار هذا راه كيتشابك، هذا كيتشابك يعني بحال دايرين السور، فهمتوا؟ غادي نحيدوه. قال لك المزابي دوز عامين العام الجاي ولا عامين هكاك غادي نحيدوه. دونك اختي باش ديري السور هنا راه ما هي وما لونها، باش طلعي السور حتى الفوق، راه ماشي البنيه اوروبا، راه ماشي البنيه المغرب. المهم اختي انا نقلب لكم التليفون ونوريكم المزابي. دابا علاه داك النهار الغلط اللي دار، دار الباش من الفوق حتى لتحت وما دار ليهش تقابي وما خلى ليهش لي سباس فيش الباش يتنفس. دونك جاتو جا غير الريح طيح لينا هادشي هذا كامل. المهم راك نتوما كنتو معايا وشايفين وعالمين اش وقع لينا. دابا ان شاء الله دار لي، قالوا له الناس هكا كيما حنا كينصحونا ناس، حنا كنصحوكم حيت حنا معلين العلو. والمشكل بان حنا راه عندنا لاسيرونس ديالنا على الدار على الجرده، يعني مسوريه انا وراجلي ووليداتي. الا وقعت لينا شي حاجه في الجرده، شي واحد طاح تهرس، يعني راه مسوريين، كلشي عندنا مسوري. ملي جا ليكسبير يشوف بلقى بان لينا وما عندناش، وخاصهم منين يشدوك ما عندناش الحق اننا نعليو السلك هذا العلو هذا كامل. قال لك لا الغلط ديالكم، يعني ما كاينه لا رومبوسومون لا حتى شي حاجه، لقاو منين يشدونا لي نورم القانون كيقول لك السلك ما خاصوش يتعلى حتى لهذا الحد هذا. حنا علينا يعني باش كنبقاو اليز، يعني الجيران يبقاو هما مرتاحين وحنا عاوتاني نبقاو مرتاحين. غنقلب لك كبيده التليفون. ها انتوما كبيدات هنا اختي، الكازو اللي زرعنا تبارك الله هو جاي، هو عاد كيسقيه دابا المزابي. ها هما مالوريدات كلهم حتتهم ليا، يعني شتو الزينات ديالي. ها انتوما غطينا هادشي هذا كامل. علاش؟ دابا ملي ما كيكونش الريح داك الشراجمات كيبقاو هوادين بحال ما كاينينش، ملي كيكون الريح تما يلقى الريح منين يخرج، يعني الباش ما غاديش يعاود يطيح ان شاء الله. وهاد الشجر كما قلت لكم ملي كبر كامل. ها انتوما الزينات ديالي مزابي، ها هو كيسقي هنايا. صافي هنايا دابا ولينا مدرقين. اتسنى ها انتوما الدار بهادشي هذا كامل تبارك الله. صافي كلشي كلشي تغطى هنايا، ربي وين. ها انتما الزينه ديالي شتو، ولينا مدرقين دابا. الله ينعل اختي اللي معايا، فكري ليهم الغدا، فكري ليهم العشاء. المهم خربقت ليهم هنايا، ها هما درت لهم اختي هنايا غير شويه ديال الكريته مع المرقاز، درت لهم عليها شويه بطاطا فريت. صافي اختي هذا هو عشا وتي ديالهم هاد النهار هذا. اختي شكون اللي كتعجبها هاد ليديما؟ هاد ليديما هادي راه طلقاها، هادي طلقاها الكبته والمرقاز. هانتوما غير شويه اختي غير كتبني به وصافي. هنا اختي غادي ندير عليهم هكا، والديسير اختي خبيه زويتينات. واختي تبارك الله ما شاء الله، والكرش اختي والله ما تقرلك بشي حاجه، واخا تشوي لها الحواله كل نهار والله اختي الا قرات به. فهاد اللي كان اختي قضي به مع كان عندي الشغل، طيبت الحلوه ديري هذه دوشي للوليدات. ايوا اختي لا اله الا الله محمد رسول الله، العيا والتماره الكحله. انت اختي مسحو باش حتى شي حاجه. كنسوليت كنصبح الكوزينه اختي كتشعل الصباح، وليت كنصبح هانيه. ديريها اختي وردي عليا الخبر، الوقت ما كيبقاش يضيع لك اختي في الصباح. صافي اختي ها هي كفيته مع شويه ديال المرقاز ولي فخيت يديروا اختي لي ساندويتش زويتينات والديسير. وسير اختي دوزي بخير، راه شويه غادي نحل معاك واحد اللايف غنلقاك تما. وليداتي اختي تشهاو لي هنايا الكسكسو بالتفايه، سمعوني غندير الكسكسو. قال لك لا ماما ما ديريش فيه الخضره، عافاك ديري هنا بالتفايه. ايوا اختي درتي لهم هنا بالتفايه، كتمشار من الدجاجه ديالي جابداها البارح. ودرت هنايا حمام صات، ما كنديرش فيه مطيشه، كندير فيه غير القزبر ومعدنوس مقبطين، والعطريه كامله العطريه ديال الدجاج كندير فيه زيت البلديه، زيت روميه سمينه، خرقوم، ابزار، سكينجبير، شويه ديال المليحه. صافي كنخلي داك الدجاجه كتقلى مع داك الحمص. بالنسبه للمطيشه كما قلت لكم اجي ولدي، بالنسبه للحمص ما كنديرهاش.
بالنسبه للزينات ديالي السمن غتقولي لي كوتر واش دايره في اونيا، نقول لك هاك بيضه راه زمينه هذاك بلا ما تكتبيها لي. صافي غادي نحلي هنايا الدجاج كيتقلى ليا مزيان، خيزو كندير فيه خيزو بلاتي عاد غادي نديرو. بالنسبه للقرعه كنحك شويه القرعه باش كتجي داك المريقه خضره الحمراء، ولكن ما تصابتش عندي كبيدات القرعه الحمراء، ما تصابتش عندي القرعه حمراء، دونك خديت غير باللي عندي. هنا دابا دس كنصاوب التفايه ديالي، كنقرب هنايا البصله كبيدات. هتقولوا لي كوثر اليوم عرفات واش راكي ما صايماش العواشر؟ غادي نقول لكم العواشر مبروك، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وحج مقبول الحجاج ديالنا ان شاء الله. ولكن كبيده اختي راه كاينه ظروف، يعني بلا ما نشرح لك ولا حتى شي حاجه، مادام ما صايماش الا راه اي سيده راه كيكون عندها ظروف ديالها خاصه. اون بليس انا ماما عندي ما كتصومش على حساب المرض ديالها، يعني كتاخذ الدواء ما كتصومش. صافي هي هذيك كبيدات. المهم بلا ما نبقى نشرح لكم بزاف وبلا ما تكتبوا لي كوثر واش ما صايماش، قلت لكم اختي راه كل سيده كيكونوا عندها ظروف شهريه ديالها، صلاه على النبي. صافي هنايا اختي غادي نصوب هنايا البصله ديالي، المهم كنقرضها رقيقه. يا اختي نبكي ونقول ما بكيتي ما بكيت شي ما بكيتي يا كوثر. صافي هنا من بعد ما قرت البصيله كما شفتوا الكسكسو ديالي كنت غاسله هنا بزويته، راني حليته باش نديرو يتبخر. صافي ضفت الزبيب على البصله، الزبيب اللي كنت مفزقه واحد نص ساعه قبل كان عندي غير الزبيب الكحل، درت هنا عويدات القرفه، خديت من المرقه بقيت كنتسنى، خديت من داك المريقه ديال الدجاج باش كتجيني داك التفايه حتى هي مبنه الزينات ديالي، خديت منها واحد ثلاثه ديال المغيرفات وكندير فيها دابا نفس العطريه اللي درنا في الكسكسو، الابزار الخرقوم سكينجبير شويه سمينه زويته بليه زويته روميه. درت دابا هنايا القرفه، القرفه مطحونه ودرت القرفه عواد وصافي، وغادي نخليها هنايا كطيب. بالنسبه للسكر درت غير واحد جوج طوبات السكر، السكر كنخلي حتى الاخر حتى كطيب ليا البصله باش ما كيتحرقش ليا، حتى كطيب ليا البصله مزيان عاد باش كنضيفوا السكر. وفي الاخر حنا كنضيفوا زبيده ولا كتضيفي فيها حتى معلقه ديال العسل كنضيفها فيها، كنضيف معلقه ديال الزبيده حتى كنبغي نطفي، معلقه ديال الزبده وواحد المعلقه ديال العسيله. صافي دابا نغطيها ونخليها طيب. وربي يحفظ ليا خويتي هاد الدجاجه هادي تقسمات ليا في النص، بغيت نهزها بالهزه اللي هزيتها خشيت المغرب مع طابت بزاف، ايوا ما لقيتش كيفاش اخويتي نقلبها على ظهرها. قلت لها صافي اختي خليك ناعسه هكاك مجبده مكسله، ولكن اش غنقول لكم والله يا اختي ما كنشكر راسي، ولكن جا واحد الكسكسو، واحد الكسكسو يا اختي ما شهيتك ما شهيتك فيه، يا سلام يا سلام. هنا اختي راه ما بغيتش ندير معاك لا القيمات لا حتى شي حاجه، عارفه اختي نحتارمو اختي الناس راهم صايمين اليوم الحمد لله، حنا قلنا لكم عندنا عذر اختي اللي ما صمناش هذا النهار هذا. صافي كبيدات ديالي هنا صافي كنزوق غير بالحمص والخيزو، انا كندير فيها كما قلت لكم القريعه معسله، ولكن اختي راه نسيتها البارح الغالب الله، ربي اختي يهديني اختي ويحيد مني هاد الزهايمر هذا، ربي شافيني. صافي هنايا غادي نسقي الحميمصات هكا كنزوق بهم بين خيزو وخيزو، انتما كنديروا شويه هكاك ديال الحمص. التفايه جات يا سلام، من بعد ما طابت التفايه وتقلات رانا ضفت ليها شويه السكر هكاك باش ما كتحرقش، من بعد خليتها عاوتاني كتعسل كتعسل ضفت ليها، شوفوا اللمعه اللي فيها، اللمعه اللي فيها كنضيف ليها معلقه صغيره ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال العسل با بلوس، غير معلقه صغيره معلقه صغيره على حساب راه ديجا فيها السكر والقرفه وداكشي. هانتوما شوفوا التعليكه يا البنات، شوفوا شوفوا هذا، شوفوا اللمعه اللي كتكون عندكم في التفايه ديالكم، تبارك الله ما شاء الله. جا واحد الكسكسو ما شهيتك، واحد المريقه حتى هي خاطر. انا اختي ما عزتش عليا كسكسو كما كنقول لكم مسقي بزاف يعني كيبقى يلعب لا، انا المريقه كنحطها في جنيبه كنسقي الكسكسو، ولكن ما كيعجبنيش مسقي بزاف. وين زادي؟ والله الا زدتي فيه وزاد فيها اختي، قلنا الحلوه ديالو من البارح شوف خواليا البوطه كامله، ودابا دا معاه اربعه ولا خمسه داهم معاه في الخدمه، ودابا عاوتاني كيتاكل. خوتك وين عيد؟ اختي راه كضرب فيها تماره. وي يا مزابي دار فيها غزاوه، انت شوفي لي اختي العلوه كي دايره، شوفي لي شوفي لي القنينطات كي دايرين ولا الحلوه ديال السنيطه. غاجبتيني عندي عندي الكانه اليوم ومزابي. شوفي هنا شوفي هنا وشوفي هنا ومرحبا بك معايا ان شاء الله في لو 13 اكتوبر غادي تمشي معايا لباريس.
يلا شبان لي ليه؟ ومعروض معايا غادي يكون اكبر ايفينمون في باغي ان شاء الله. والله العظيم والله انت شوف الفلاير ها هو كيبان لك هنا الفلاير غادي نمشيو انا ونزاري عند الناس ديال باغي ان شاء الله في 93 مرحبا بكم والغايب والحاضر يعلم الغايب صافي ندو معنا وطن حلو ندير الكبيدات داك النهار الكبيدات كيقول لي واكاو تابينا هو الفقاص واكاو تابينا هي البيله ان شاء الله وقيله اختي غادي ندير لكم الفقاص والبيله ونجيبهم لكم حتى لعندكم انت قلت لي انت نهار لو 13 اكتوبر ان شاء الله شهر 10 ان شاء الله ها هو اختي الفلاير كيبان لكم الارقام ديال التليفونات غادي نخليهم لك ان شاء الله في الاشتاغات اللي بغات الكبيدات هذه اختي اكبر صالون غادي يكون ان شاء الله غادي يكون اختي الجلال وغادي يكونوا القفاطن غادي يكونوا صحابه اللاسي غادي تكون اختي الاتي والحلوه المغربيه غادي تكون غات ويت الكبيدات ديالي داك المية اللي غيدخلوا للواله الحلوه واتاي ان شاء الله مرحبا بكم كلشي غاتويت الدخله كبيدات ديالي بثلاثه د الاورو سمعيني يا حبيبه ديالي ها شوفي من بعد اختي راه ما غاديش يبقاو البلايص الا عندك اختي شي بروجي كديري لاسي انوكسيدال كديري جلال كديري قفاطن كديري صناعه تقليديه المغربيه كديري البارفانات اي حاجه اي حاجه مشروع ديالك كديري وبغيتي الناس يتعرفوا عليك بغيتي اختي تزيدي القدام ان شاء الله ما عليك الا كبيده بهذا الصالون حيت لي صالون كيعرفك على الناس كي كيولي القرب بينك وبين الناس اللي كيتقضاو عليك فهمتوا كبيدات ديالي يعني كيجيو كيهضروا معاك مباشره كيتكلموا معاك مباشره كياخذوا من عندك لي زارتيكل ديالكي مباشره ان شاء الله كبيدات ديالي لا دريس هي كتبان لكم هنايا لا دريسه كبيدات هي كتبان لكم هنايا بلس الارقام ديال التليفونات غادي تلقاوهم لتحت في الاشتاغات يعني دخلوا ريزيرفيو البلايصات ديالكم ريزيرفيو كبيدات للناس اللي باغيين يحطوا شكون اللي غادي يريزيرفي ماشي الناس اللي غادي يجيو يفيزيتي ماما كنبغيش نشدها الناس اللي غادي يجيو يفيزيتيو الناس اللي غادي يجيو يفيزيتيو وراكم ما كتريزيرفيو بلايص ديالكم ما حتى شي حاجه من 11 ان شاء الله غادي نبدا غادي نكون حاضره معاكم انا اختي وسطي المزاري من 11 الصباح الى تال 7 ديال العشيه الى سهل سيدي ربي الحبيب كما قلت لكم غتكون الدقه المراكشيه غادي يكون مهم غادي نعيشوا اجواء 100% مغربيه كيف ما عودتكم ديما والكبيدات اللي كتجيو كتحطوا في لي ستوند يعني كيكونوا عندكم اشهارات مجانيه لا في لي ستوند ومن بعد لي ستوند ان شاء الله يعني هذا كيكون دعم مني ليكم ان شاء الله والله يسهل عليكم كبيدات فرحانه يا اختي فرحانه غادي نتلاقى مع الحبانات ديالي لو 13 اكتوبر ان شاء الله في باريس في 93 ها هي لادريسه والارقام التليفونات لتحت